السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، مرحبا بكم في ميكانيك ديال بلاصتي في مراكش في فيديو جديد. هاد الفيديو غادي نديرو على الإمو أوف، كيفاش كنديرو الإمو أوف. الإمو أوف هو تنحيدو الكود ديال لونتي ديال مراج تولي تطيمار الطوموبيل بلا الكود ديال لونتي ديال مراج، راه معروف الإمو أوف شناهو. المهم في هاد الفيديو هذا غادي نحاول نوضح كيفاش كنديروه، باش نعلق على لي زيتاب. غادي يكون الفيديو دايز، المهم غادي خصني نعاود الفيديو، ما كان واحد الظروف غير ملائمة باش تصور الفيديو، بغيت نحتاج هاد لوبيراسيون عمرنا حتى طريقة نطلع الامو اوف، ولكن قررنا غادي نعاود ندير واحد الفيديو واحد اخر يكون توضيحي وبلا درام، فهمتي؟ حيتاش الامو اوف ماشي بحال شكل لعبة تحيد الفاب للفيجي، نقدر ندير عليه التعليق، خصو التعليق ديالي يكون معاه في كل حاجة اللي ديرها، كيفاش تحيد الفلاشة، كيفاش تلفيها الفلاش، كيفاش المهم شنو البروغرامر باش كتخدم، شنو البروغرامر باش كتخدم، ملي كتجيب الفيشي كيفاش، فهمتي كيفاش؟ داكشي تيبغي يكون التعليق، يكون التعليق لحظي، ماشي داك التعليق ديالي اللي تنعاود، المهم بحال هذا اللي تندير دابا. دابا انا راه غادي في الطريق وباقي ما درتش، ما كملتوش، غادي نحط الفيديو هكا بلا صوت، ولكن اوموان غادي نفسر بعدا كنت علاش غادي ندير هاد المسألة هادي. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله غادي ندير الامو اوف بالتفصيل، فهمتي كيفاش، كيفاش ديال الامو اوف بالتفصيل كيفاش، المهم بلي زيطاب ديالو ماشي يكون التعليق لحظي في ديك اللحظة ديالها، فهمتي كيفاش. غادي نقدو واحد السيطاب ان شاء الله باذن الله باش غادي نديرو فيديوهات اللي بيني، غادي نديرو فيديوهات ان شاء الله اللي يكون التعليق لحظي عليهم، مابقاش غندير التعليق، مابقاش ندير التعليق من بعد ما نصور الفيديو. غادي ندير سميتو شنو البروغرام باش كنخدمو، واحد الفيديو غادي نديرو على لي زاباري، غندير لكم واحد الفيديو على لي زاباري، الناس تيسولو على لي زاباري باش كتخدم، باش فهمتي، غندير لكم لي زاباري كلهم، كل وحدة بالديتاي ديالها، فهمتي كيفاش، كل اباريج كنديرو بها، لا تاع الدياغنوستيك، لا ديال البروغراماسيون، لا ديال، فهمتي كيفاش. غندير لكم فيديو خاص لي زاباري، فهمتي كيفاش، باش الانسان يعرف لي زاباري باش. المهم الا كان عندي شي واحد شي غرض شي ابار غادي يشريها ان شاء الله باذن الله، فهمتي كيفاش. المهم كل ابار غنعطيكم عليها واحد التفسير، فهمتي كيفاش، ماشي اشهار لابار هي مساعده لكم، ما عندي المنجل الاشهار، فهمتي كيفاش، نتا سير قلب شريها فين ما بغيتي. المهم انا غنعطيك لابار السميه ديالها، غندير لكم واحد الفيديو توضيحي تاخذ انا والاخ نيت مع مي كندير البروغراماسيون جمال، سي جمال اتفقت انا وياه باش ندير واحد الفيديو توضيحي ان شاء الله بحلو، غادي يكون واحد المجموعه من المساعدات ديال جمال، غادي يكون واحد المجموعه ديال بحال تقول فورماسيون، بغينا نحطو فيديوهات فورماسيون للناس، قد يغرض غرض بالها، فهمتي كيفاش، تعلم تشوف هذوك الفيديوهات كيفاش غنخدمو، غادي يكون ماشي ديك الفيديو تاع بدا من لهنا وبدا التصوير وخدم الخدمه وعاد كمل التصوير، لا فيديوهات من تبار من ا تال زيد، كيف درنا لا دبليو ديال 301، فهمتي كيفاش، غادي يكونوا واضحين ان شاء الله باذن الله، غادي يكونوا واضحين على الفيديو كاع تاع التواصل ديال الروموف ديال لادبلو، غادي نديروا شي فيديوهات ان شاء الله يكونوا واضحين عليهم ان شاء الله باذن الله، فهمتي كيفاش. داكشي دابا قلت لك مساله السيتاب، غادي تهضرونا على الفيديوهات اللي فاتت تسبق، المهم الفيديوهات الاخرى غادي يكونوا واحد الكاليتي وتصوير واضح ان شاء الله باذن الله، فهمتي. هنا المهم غادي انت تشوف الفيديو تسمع ليا انا الطريقه باش كنخدموا الامو اوف. هنا راه كنا ديجا موجودين الفيشي تاع الامو اوف، هذا هو البروغرام باش كنخدموه، هذا البروغرام طالياني باش كنخدموا هذا الشيء. المهم غادي نشرح لكم من بعد، حتى فيه التيم فيور فيه شحال من حاجه، غادي نشرح لكم بليطاب ان شاء الله، واعد غادي نشرح لكم الامو اوف بالليطاب ديالو كيفاش كيدار ان شاء الله باذن الله، غادي هذا نشرحه ان شاء الله باذن الله. المهم هذا الفيديو هذا راح تدوب، لكن كفكره، هذا كفكره على الامو اوف كيفاش كيدار، هذا كفكره شامله سطحيه للامو اوف. وغادي نحط من بعد فيديو، انا كنا درنا على ديك الام 29 قيل بي بي، انا ما كنظن هو هذا، هو هذا علاش درنا كالكيلاتور الطاسي، هذا علاش كنا درنا الامو اوف، هذاك الامو اوف فيه واحد الخدمه فشكاله، فيه السوداج، فيه فهمتي، صعيب الامو اوف والله، شي دوك الرجيلات عندهم طردوا البال من السوداج، ولا منين تبغي تجيكوليها شوفي، ملي تبغي نحلو الكالكيلاتور هي الكالكيلاتور في الحلان ديالو، والله مرتي تيلبس الطرطقو تيتحل بلا رشو، فهمتي كيفاش، غير تكون شفتها في الاول ديال الفيديو، حنا باش نبغي نردوها نحطوها، شوف الطريقه ديال السوداج باش كنسوديو داكشي، وشوف شحال من رجل كاينه،
وحسب واحد كذا 20 رجل لهنا وهذا كذا 20 رجل لهنا يزقل واحد شي وحده تزقلها والله لا ديمارات الطموح وحده تنقول لك ماشي جوج ولا ثلاثه وحده تفوتها على بلاصتها مت الطموح ما ديماريش يكون على يقي انت عاد تجي لها الباط سويداج عاد تحط بلا رشوه الاولانيه عاد تعاونها بالكاويه عاد عندك كيفاش الاخوان. المهم خليكم مع تتمه الفيديو. المهم من بعد راه غادي نشرح لكم كل ايطاب ان شاء الله باذن الله كيفاش درنا ليها في شيء وفي واحد اخر ان شاء الله باذن الله. المهم مجموعه ديال الفيديو جايين خليكم معنا ان شاء الله باذن الله. ردوا البال بحال شكل الفورماسيون الناس اللي تسولنا الفورماسيون لينا الفيديوهات اللي جايين بشكل فورماسيون بلا ما ندير لك فورماسيون. يشوف هاد الفيديوهات هادو راه غادي اللي حطيتها حاول تعلمها حاول تركز معها ان شاء الله باذن الله حاول تعاودها فهمتي كي شارجي الفيديو ولا خليه فلاشين وعاود رجع ليه. من بعد راه بحال شكل الفورماسيون انا ماغاش ندير ديك الخدمه ديال صورو وحط صور الاول وصور الاخر لا نصور الاول والوسط والاخر كلشي غادي يتصور. هاد الشيء اللي عطاه الاخوان وخليكم الى الملتقى ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله. رمضانكم مبارك كريم ما تبخلوش عندنا بدعوات الخير ان شاء الله باذن الله برحمة الوالدين كما العاده ولا كان شي توفيق من الله وملائكته ولا كان شي رام الشيطان مني.